إشاعات المتصدرة على حضرتك إنه أنت صحيح. بدر أنا منظمة بدر. شرف إلي اليوم أنه أنا أفتخر بها أنه أنا مجاهد بأيام بدر. مجاهد بأول أيام مقاتلي بدر أنه أنا من المقاتلين، وأنا كنت مسؤول عمليات الداخل اللي ما حد يقدر يشتغلها حتى بدر. خوش أنا كنت مسؤولها، واليوم انتمينا إلى وزارة الداخلية من أول يوم أنا بوزارة فصلت الداخلية. فصلت انتمائك عن منظمة بدر لو بعدك؟ شوف الانتماء أكون هو شنو هو الانتماء، يعني أكون الناس لازم تعرفها أنه اليوم إحنا عندنا حرمة شرعية أنه العمل السياسي ضمن المؤسسات العسكرية، حرمة شرعية. أنا اليوم أفتخر أنه أنا بدري، وأقول أبو تراب، وأظل منا لمن ما أموت أنه أنا أبو تراب. بس أنا اليوم كضابط عراقي ما إلي دخل بأي شيء اسمه لا أحزاب، ولا إلي دخل بي أنه أنا أقول أنه هذا طوائف ومذاهب وديدن بدر الحج أبو حسن دائما أنا سامعها من عنده أنه يقول أنتم ولد العراق، أنتم اشتغلوا إلى العراق، لا تشتغل إلى ما لك علاقة بالعملية السياسية. خوش أنا كل العراقيين كلهم عندي سواسية، لا أبا وحيش، وحتى بديدن بدر هذا أصلا يعني هسه يجوز ناس ما تقبلها، بس ديدن بدر يختلف. بس دائما تصدر منظمة بدر على أنها منظمة طائفية شيعية خليف بتواحد ممولة من إيران، خليف بتواحد. بس أنا مو بصدد دفاع عن بدر ولا بدي دافع عنه، بس أنا جاي أقول خليف بت أي واحد يقدر يثبت هذا الحكي. بالعكس يعني اليوم أنا أفتخر بتاريخي وأفتخر بحاضري، وإن شاء الله مستقبلنا نخطه بدمنا.